وينش قاعد تعريفش الصبر يعني تعريفش تنش زكزلنا يا زين منطقة أجدير واخا لا يا زين وانت زين بحدود ولكن انت ويخرجش بحدود ويعيش هذه بحدود. المهم يماس كدير المرنيسي يعني انت كدير في التكنية ديالها المرنيسي والحمد لله اللهم لك الحمد. انا واحد السيدة كان عايش في اسبانيا عشت واحد الظروف اللي قاسية بالنسبة للوحدة يعني ما عندهاش اللغة وما عندهاش عائلة ما كتعرفش الناس وجديدة هنا في اسبانيا وكنت حاملة بالولد ديالي وعندي جوج اخرين يعني صغار يعني باش كان الزوج ديالي هو اللي كان متكلف انه كان يخدم وكان هو اللي كان يدير كل شيء. والزوج ديالي صار واحد المشكلة انه شرا واحد اللوطو وهبط المغرب وديك اللوطو اكتشف انها مزورة وشدوه وحكموا عليه ب10 شهور ديال السجن و40 مليون ديال الغرامة وجراو الناس المحسنين الحمد لله ونقصوا له ولات 12 مليون. انا يا هنا يا عاونوني الناس يعني باش طلعت حيت انا خاصني نزيد ولدي هنايا باش يقدر يعني يدي الوراقي ديالو يهز وراقيه. لو كان ولدته في المغرب ما يقدرش يعني انا نقدر نطلع ولدي ما يقدرش يطلع حيت ما عندوش الوراقي هنا على الاقل يعني حاليا ما عندوش ولدي اللي زاد عندي ما عندوش نهائيا الوراقي حيت اي حاجه خاص باه يفيرميها يعني اي حاجه خاص باه يسينيها الا يعني ما كانش باه يعني ما يقدر يعطيوني حتى شي حاجه. ومع ما درتلوش وراقي وما عندوش الورقه ديال الطبيب يعني باش حتى باش كنمشي كندير له الابره كندي الورقه اللي ولدت بها في السبيطار يعني الوحيده اللي كان اللي عندي هي يعني الولده الورقه اللي عندي نهار اللي ولدت في السبيطار عطاها للسبيطار الوحيده يعني ولدي ما عندوش كاع وراقي. وقلت يعني صعوبه عندي ظهري الصغار وانا ما عنديش اللغه والزوج ديالي ما كانش والدي ما كانش خوتي ما كانش يعني كان حتى واحد اللي نرد عنده الراس ونشكي له وباش يقدر يعاونني وكلشي حيت انا ما نعرفش الناس يعني واخا كاين المغاربه هنا ما ندخلش معاهم نمشي عنده ندق عليه ونقول له وشنو نحكي له وشنو صرالي وكلشي كل واحد وما عرفتش يعني انا طبعي هكا ما كنقدرش يعني نقصد اي واحد ونمشي عند اي واحد ما يعني ما عارفاش يعني الناس انا بزاف وكاين غير سبليون اللي حدايا يعني حاليا جيراني كلهم غير سبليون ما كانش كاع مغربي. كنت نعرف واحد السيده وديك السيده ما بقاتش يعني عايشه هنايا مشات لواحد المنطقه اخرى هنا في اسبانيا. كاين بزاف ديال المساعده يعني هنايا يعني كنسمع بيهم الناس يعني كتهضروا كل شيء ملي ما عنديش اللغه ما كنعرفش الناس يعني ما نقدرش ندير شي حاجه يعني ما عارفاش. ومشيت يعني مشات معايا طلبت واحد السيده مشات معايا لواحد الجمعيه هنايا باش زعما يعاونوني. حكيت لهم بان الزوج ديالي في السجن وانني كاريه وانني كنخلص الضو وغادي نزيد يعني كنت حامل غادي نزيد وعندي جوج اولاد راهم في المدرسه وما عنديش لا فاميليا هنايا نهائيا. ملي بقات هذيك المراه كتهضر معاها قلت لها واش هي كتعرف تهضر قالت لها نو ما كتعرفش تهضر حيت هي مازال جديده هنا في اسبانيا عندها غير 4 سنين هنا في اسبانيا. وبحال اللي دارت فيا زعما يعني علاش ما مشيتش نقرا انا يا اللي ما مشيتش نقرا يعني سبنيوني هنايا حيت شدوني ولادي عندي ولاد يعني ولادي صغار يعني كلهم يعني خاصني واحد نديه للمدرسه واحد نربيه في الدار وهذا هو اللي خلاني ما تعلمتش اللغه والحمد لله اللهم لك الحمد. ما قالت لي ما نقدرش انا نعاونها الا ما هضرتش هي بفمها يعني خاص هي تهضر بفمها باش انا نعرف يعني الظروف ديالها ونعاونها يعني ما عارفاش انا متي هذا الشيء اللي كتقولي واش صح ولا ماشي صح. المهم خرجت من تما كاين يعني امل فارغ يعني ما كانش امال والناس الحمد لله يعني كتعاونني وكل شيء ودابا مني جات هاد البلاء هذا يعني هاد الوباء هذا الناس يعني الحمد لله يعني ما بقيتش يعني كنكري وما بقيتش كنخلص الضو ولا بغيت نشري شي حاجه ديال الماكله يعني دابا انا كنصرف من 15 يوم وكنبقى نزاوب كل مره كنهضر مع الناس يعني باش كيمشيو يجيبوا لي الصخره حيت كاين بزاف يعني اللي ردوا على وجهي كان يقول لي انا كنخاف اللي كيقول لك ما نقدرش يقول لك سمحي لنا يعني بزاف ديال الحوايج. واقسم بالله العظيم انني كان الصليح انني كنجمعوا في الكوزينه وكنعس ولادي كنبلع يعني دابا بدا يحمى الحال كيطلق لي الريحه في الدار وكنبلع يعني ما نقدرش نخرج نخلي وليداتي ثلاثه فيهم في الصغار ونخلي ولادي بثلاثه صغار حتى كيجي شي واحد كيتسخر لي عاد كنعطيه الصليح.
واك سميتو الولد الصغير هو ما عندوش نهائي الوراق، حيت اي حاجه كان نبغي نديرها كيطلبوا لي الوالد ديالو. يمكن راني هضرت على هذا الموضوع هذا، ونتمنى ان شاء الله يكون الخير على يدكم ان شاء الله يا ربي، ونتمنى تعاونوني ان شاء الله، نتمنى تعاونوني. والحمد لله عليني، الحمد لله، ما عمري نويت انني نعيش هذا الامر. الحمد لله كان الزوج ديالي كان خدام هنايا، كان خدام يعني شي فور تاع الطاكسي، كنت يعني الحمد لله يعني ماشي شي خالصه، ولكن الحمد لله يعني عايشه، يعني حياتي عاديه وولادو عايشين قدامي، راجلي وخا يعني ولا والدي بعاد وخوتي بعاد حبايبي كاع بعاد، المهم كنباهم كنتكلم كل شيء الحمد لله. ودابا انا كنتمنى من الله سبحانه وتعالى انه تجي يعني 8 في شهر 6، نتمنى ان شاء الله يطلقوا لي صراحه الزوج ديالي، تخلص هذيك البلا اللي كيهمنيش شنو ناكل انا ولا يعني الامر ديالي، كنبغي الزوج ديالي يخرج وتولي الحياه الطبيعيه ديالي كما كانت. ونتمنى ان شاء الله يكون الفرج من عندكم ان شاء الله ومن عند الله سبحانه وتعالى. وشكرا، والله يجازيكم بخير.